وفي تغريده في هاشتاج البرنامج للكابتن الوطني حمود السلوى، ويبدو ان هذه النقطه لا تنطبق على الاستاذ احمد الوادعي، اللي هي الخبره المستمره دون انقطاع في تعريفها للخبره النشطه يا دكتور. طيب انا اتمنى انه بس احمد الوادعي ذكر انه خلال له 10 سنوات تقريبا او 18 سنه من دون انقطاع من عام 1400 و لا هين احمد حكم من زمان نعرفه يعني، اوكي هو وقف قبل فتره. هل في فرق بين الايقاف والشط؟ ما ادري. الايقاف لا يشمل يعني ليس لا يمنع من الترشح، اللي يمنع الشطب اذا كان على، لكن انا هو واضح انه يقول خبره نشطه، انه ما عندك خبره نشطه، هذا كلام احمد يعني هم اكيد افادوه بهالشيء. لا اخوي مقبل الان واضح لي، انا بالنسبه لي احاول اني اراها سبب مقنع في استبعاده ما وجدتها، لان لجنه الانتخابات الان رجع خالد معمر، رجع الدكتور نجيب، رجع اسماء اخرى. يعني اتوقع انه في سبب اخر منطقي لدى لجنه الانتخابات. اذا كان الاستاذ احمد لا يعرف هذا الشيء عليه ان يبحث، واذا كان يعرف ويصعد الامر مثلا لرد اعتبار فهذا شيء اخر، لكن انا متاكد لك ان في سبب منعه غير خبره نشطه. تعليق. انا فقط شوف انا ترى ما ركزت العجزية الخبره النشطه، اتمنى احد يعرفها، لانه الكلمه هذه مسببه هدك لي صراحه من بدايه الانتخابات وما قالين خبره نشطه. وليش 10 سنوات 15 سنه 5 سنوات ممتازه ما نقول شيء، بس الخبره النشطه وش ممارس؟ اتوقع انه ممارس العمل في الوسط الرياضي يبدو. اوكي هذا انا ماني متاكد من طيب هذا. ممتاز. اذا الاربعه هذول هل جميعهم ممارسين؟ الاربعه جميعهم نعم. عادل عزت ممارس؟ عادل عزت عضو شرف اهلاوي حسب ما اعرف الان. معليش عضو الشرف يعني متواجد، يعني متواجد في الوسط الرياضي. لا اخوي شوف اخوي نايف لازم نكون واقعيين ولن نمرر، يعني احنا ما احنا سذج عشان تتمرر علينا بعض الشغلات صراحه. طيب. يعني خبره نشطه، علشان كذا انا قلت ابي اعرف وش النشطه. اذا ممارس، الممارسه انك تتمارس كلاعب كاداري كنشطه، شيء نشط يومي في النادي. شرفي حتى ما في شيء اسمه نشطه صراحه. كعضو شرف انا اشوف ما هي لا تواجد الان خالد معمر تواجد. لا خالد في الوسط الرياضي. خالد معمر كان نائب رئيس في الشباب والهلال، وقبله كان في نادي سدو. انا معك يعني خالد معمر قلت لك انا متفق معك، انا متفق معك في النقطه دي، لكن كان موجود في الوسط الرياضي الان بعد فتره الانتخابات. خالد ممارس، هو الوحيد الممارس، هذا وجهه نظري. خالد معمر انا هذا اللي اشوفه من الاربعه. الدكتور نجيب ترى يعني يمكن انا ما موجود معي في الممارسه، في ممارسه النشطه. النشطه يعني هو الشخص اللي مارس يعني عمل اداري عمل إداري ما هو شرفي. واضح مثلا رئيس نادي، عضو شرف، لاعب كوره، حكم، اي احد يمارس هذا هو هذا الشيء النشط. اما كعضو شرف او انه والله شغال. طيب. في شركه عشان راعت الدوله. في ضح بسيط ذكر احمد الوادي اتصل على الزملاء وذكر انه لم يعني يصدر بحقه اي قرار ايقاف، فبس حبينا انا اتمنى في هل حبينا نوضح النقطه. هل تم ايضاح له سبب ابعاده فعلا؟ هو لو انه تم ايضاح سبب له كان ما تقدم. لا هو قال قبل شوي السبب الخبره النشطه، قال ردوني عشان كذا اقول لك ليش هي اللي صراحه المشكله كلها في الخبره النشطه. طيب والله انا موضوع الخبره النشطه ان سبعد احمد الوادي على خبره النشطه هذه انا ماني قادر استوعبها فعلا، لان حكم معروف وله تواجده في الوسط الرياضي اذا لم يكن هناك شيء اخر. طيب.